معترك تقديس النجوم كما يقال. وفي أنباء أيضا وحسب تصريح رئيس نادي الأهلي أنه في مبلغ الظاهر 110 مليون دين على نادي الأهلي صح ومستحقات صحيح؟ طيب تعاقداتك هذه ورتمك الجديد في التعاقدات بيدخل الأهلي في دوامة أو أنه الأهلي قادر على تجاوزها وبكل سهولة؟ في نفس الوقت اللي أعلن يعني أصلا هو ما أعلن هو يعني أعلن أمامه المبلغ من مقدم البرنامج بأنه 110 مليون لكن أيضا هو رد أنه مداخيل الأهلي تصل إلى 100 مليون. أنا أعتقد أنه ذكر الرقم 100 مليون في مقابل 110 لا شيء يعني لا شيء يذكر يعني يقول 60 مليون مداخيل 50 مليون لا شيء يذكر. إذا ذكرت الأرقام هذه مقارنة بهذه هذه ربما لكن شوف المادة موجودة عند الأهلاويين يعني لابد نكون منطقيين وواقعين وفي مداخيل ولو حسبتها حسبة ذهنية كذا بالنسبة لبطولة الدوري وربما لو كان يعني استطاعوا ان يحققوا بطولة كاس بالنسبة للمداخيل اللي تيجي من التلفزيون ومن الرعاية الى اخره انا اعتقد وايضا بالنسبة للضخ الشرفي انت تتكلم عن الزوهر وتكلم قبله عن الامير خالد فريقه يحقق بطولات الدعم سيدة الاعمال فيه مداخيل يعني للامانة فيه لكن قضية انا يعني اتمنى انه فعلا الاهلاوي مداخيل معليش يعني مداخيل يعني رسمية نوعين مداخيل اي رسمية وفي خاصة مداخيل خاصة ورسمية هذه على كف عفريت على قولتها لكن انا تكلمني عن مداخيل دام الفريق شوف اذا كان الفريق جيد ويؤدي ويحقق البطولات ستستمر المداخيل اسوة بما يحدث في الاندية كلها احنا اعتدنا النصر جاب بطولتين وجاب كاس ولي العهد ومؤدي والان بس عنده ما كان بس ما كان عنده مداخيل ثابته يعني تتكلم عن رعاة عند الاهلي ما هي عند النصر مثلا يعني في فرق صراحه النصر في فتره من فترات نعم لكن ما كان عنده مداخيل ترى كان في ديون لكن احيانا الانتصارات والفوز وتحقيق البطولات ترى تخفي كثير من العيوب يعني تخفي كثير من الديون هذا مساله معروفه عندنا يعني اجمالا نتكلم على الاتحاد مثلا في سنوات كان في ديون لكن ايضا البطولات والحضور الفني يخفي كثير من العيوب أنا أقول بالنسبة للأهلي التعاقدات طبعا الأهلاويين واضعين هدف للأمانة أنا يعني استمعت لهم شخصية أهلاوية ما يحتاج يعني بأنه آسيا هدف يعني هدف أول آسيا تحتاج إلى لاعبين وتحتاج إلى بدائل حقيقية بالنسبة للفريق الأول أتكلم تتكلم عن بدائل فنية يعني اليوم ما تشعر أنه في الفريق فيه هزة ولا فيه نقص وبالتالي انا اعتقد انه منطقي لكن بشريطه انه ما يكون العمليه ايضا فيها افراط يعني بدل ما اسدد انا في الشهر مثلا 30 40 50 مليون مثلا يعني اصل الى رقم عالي طبعا بالتاكيد انه هذا مساله مرهقه للنادي ومتعبه للنادي لكن انت في النهايه تذكر انه هناك 30 لاعب فقط في قائمتك غير 30 لاعب سيتم تصريفهم ايضا على انديه يعني هي المسألة ربما أنه يعني في تناسب أنا أشعر في تناسب وفي منطقية كثير لكن يجب ألا يكون القضية على حساب الكيف يعني ما يكون كم يعني أنا بجيب عسيري مثلا أبغى مثلا الجهة اليمين تتحرك كلاعب مهاري وصغير بالسن أجيب المولد في الطرف الأيسر أيضا عشان ينافس المؤشر لأنه نتحدث عن يعني أنا أعتقد أنه شيء جيد أنك تجيب نجوم يدعمون النجوم اللي عندك يخدمون الفريق يساعدونه لا تنسى خاصة لما يكونوا لعيبة جايين من الاتحاد يعني. وبعدين طبعا الاتحاد لها طعم خاص يعني طبعا هذه مزدوجة ذي بتكون طبعا وبعدين لاعبين الاتحاد ترى طلع لجوادك لا والله ما هو القصد فرصة ترى مو كل مرة تاخذ دوري الدوري فتح عيون علينا كثير لكن الله يعيد لكن شوف انا بقول لك يعني للأمانة اللاعبين جيدين للأمانة الفريق يحتاج إلى بدائل أخرى في خط المحور مثلا نتكلم عن المحور يعني في حديث عن كنو اليوم نسمع مثلا اي ورد اسمه اليوم إيه نعم ورد مثلا اسم باجندوه مثلا كشخص نفس قضيه المولد برضو لا انا اقول لك ورد فيكم عجار انتم ورد والله يا اخي هم اللي وضعوا انفسهم في الموضوع وانا اعتقد شوف على فكره الاتحاد صحيح انه يعني عنده مشاكل كذا لكن احيانا انت ما عندك مشكله يعني يجب ان تكون احترافي حتى انت تتقدم يا اخي انا لو كنت من الاخوان في اداره نادي الاتحاد انا عرضت اللاعبين بدل ما تصير المساله هذه يعني اليوم انا ما قادر اجدد لفلان يا اخي انت اداره وعندك قرار تعال هذا عبد الفتاح تبغاه وبالمبلغ مبلغ كذا يا اخي هذا الحكمه والعقل والمنطق ما ايش فيها شباب باع لاعبين في فتره من فترات نجوم واصبح يشتري بعدها شو المشكله يعني احنا دائما عندنا فريقين المنطقه لا الواحده لا عندنا خصوصيات عندنا خصوصيات يا هذه الخصوصيه والله عندنا خصوصيات والله كلمه لكن في اوروبا حسن في اوروبا من ضمن الميزانيه النادي
ضمن بيع عقود اللاعبين صحيح. من ضمن الميزانيات احيانا انا اشتري اللاعب هذا عقد اللاعب هذا وفي مخططي اصلا اللي بعد سنتين راح ابيعه بمكسب يمكن دبل ابيعه من ضمن المداخيل يعني مداخيل النادي احنا ما عندنا ويشتري لاعب عبد العزيز يشتري لاعب عمدا اللي يعمل معه سنه واحده فقط والسنه اللي بعدها يتوقع انه يسوي احنا تعودنا فيه. النادي يطلع بلوشي تعودنا الحاجه هذه خلاص النادي ما على فكره يكابر 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 واخر شيء واللاعب يماطل 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 واخر يطلع النادي بلوشي ما يستفيد لا وتحدي وتحدي يعني بعيد يعني انت انت عندك مشكله ديون وعندك اشكالات وعندك لاعبين يبغون يجددون يا اخي ما هي مشكله يا اخي الاتحاد زاخر وممكن انك تجيب مواهب اقل او تطلع من يعني في 100 حل غير الوضع اللي حاصل اليوم الاتحاد يعني ما هو قادر ينهض سبب هالديون